أهلا بكم في العاشرة من قناة المملكة. إذن يواصل فيروس كورونا انتشاره السريع في العالم. الإصابات عالميا وصلت إلى أكثر من 3/4 مليون، فيما تقترب الوفيات من 37 ألفا، غير أن المتعافين وصلت أعدادهم إلى نحو 160 ألف. في السياق، تواصل دول العالم اتخاذ إجراءاتها الاحتياطية لمحاربة تفشي الوباء وسط آمال بالتوصل إلى علاج أو لقاح يوقف هذا التمدد الخطير. سلطان القيسي يطلعنا الآن على المزيد حول الأبحاث الرامية إلى محاربة هذا الوباء. انتشار سريع، الأعداد في ارتفاع من حيث الإصابات وكذلك الوفيات، لكن في المقابل هناك أعداد تتعافى تتشافى بإذن الله تعالى من جراء تعرضها لهذا الفيروس أو هذا الوباء، فيما تسابق مراكز الأبحاث العلماء الأطباء الزمن، وهو التحدي الرئيسي في سبيل أن يكون هناك علاج أو لقاح يوقف هذا التمدد السريع. في الحقيقة طارق، نحن الآن على عتبة الوصول إلى لقاح جديد، لقاح ربما قديم وعليه تجارب قديمة ودراسات قديمة، بدأ الآن العلماء في البحث من خلال هذه الدراسات مجددا عن فاعلية هذا اللقاح في مواجهة كورونا. نتابع التفاصيل معنا. تفضل. لم يثبت لقاح الملاريا فاعلية تامة في مواجهة كورونا، إنما تم اعتماده كعلاج تلطيفي يخفف من الأعراض المؤلمة والقاسية. وفي هذا السياق يستمر العلماء في معركتهم للبحث عن لقاح يقي من الإصابة بكوفيد 19 أو يعالج المصابين. اللقاح الجديد ليس جديدا في الحقيقة، إنما عمره 100 عام، لكن الجدة تكمن في استخدامه، فقد كان لقاح BCG مخصصا لمواجهة مرض السل، إلا أن الأبحاث تشير إلى فاعلية محتملة ضد كورونا من حيث الاعتماد على تقوية الجهاز المناعي، مما يسمح للجسم بمقاومة الفيروس وربما يسهم أيضا في الوقاية منه. لذلك انتخب المجربون العاملين في القطاع الصحي والمسنين فقط لإجراء التجارب السريرية. فريق في هولندا سيبدأ أولى التجارب هذا الأسبوع، حيث سيشارك في التجربة 1000 عامل رعاية صحية. اللقاحات بشكل عام تزيد من نوعية الاستجابة المناعية ضد عامل ممرض، فالأجسام المضادة ترتبط بأنواع محددة من الفيروسات تبطل عملها، ولكن الدراسات تقول أن BCG يمنع حوالي 30% من الأمراض المعدية الناجمة عن أي عامل ممرض معروف، بما في ذلك الفيروسات. الدراسات أثبتت أن BCG يعمل على تحفيز الذاكرة النوعية الخاصة بالبكتيريا والخلايا المناعية الفطرية لفترة مطولة، وهذا ما أسماه الباحثون المناعة المدربة، التي من شأنها أن تؤثر إيجابيا في ذاكرة المناعة الجمعية. كما أن اللقاح الجديد آمن ورخيص الثمن ومجرب على الأطفال، وقد سبق وخفض معدل الوفيات لديهم وأثبت قدرة في منع حدوث 60% من حالات السل لدى الأطفال. والسل طبعا مرض رئوي ومعدن تماما مثل كورونا. عندما قدم باحثون BCG على أنه لقاح يحمي من عدة أمراض معدية عام 2014، تعرضوا لانتقادات طالت منهجية بحثهم. منظمة الصحة العالمية كانت هي الفيصل حين طلبت من الباحثين تطوير تلك المنهجية. الباحثون أجروا مراجعة شاملة عام 2016 لمشروعهم، أظهرت نتائج أكثر إيجابية حول الفوائد المحتملة للقاح، ولكنها أكدت الحاجة لإجراء تجارب سريرية، ولعل وباء كورونا عجل في التوجه إلى إجراء تلك التجارب. إذن طارق، وباء كورونا فعلا عجل في إجراء تجارب سريرية أجلت منذ عام 2014 ثم 2016 حول لقاح كان يستخدم كما ذكرنا في علاج السل. هذا اللقاح يقول العلماء أنه قد يسهم في العلاج أو في علاج كورونا وعلاج فيروسات وفطريات أخرى أيضا. إذن أكثر من دواء أو علاج اليوم في طور التجريب، ربما تكون النتائج إيجابية، حيث ريثما يتم
الكشف عن لقاح أو علاج جديد يوقف ويقضي على هذا العدو المجهول، ودائما نرجو الشفاء للجميع. سلطان القيسي، أنا أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات، شكرا لك. حلقة العاشرة هذه الليلة نخصصها للتواصل مع عدد من الأردنيين المقيمين في الخارج، نسألهم عن تجاربهم الشخصية، نطمئن عليهم ونطمئنهم، ونحاول تبادل التجارب في سياق محاربة الإنسانية جمعاء لوباء الكورونا. أرحب بضيفتي من باريس الأردنية المقيمة في فرنسا الدكتورة صفاء الحمايدة، كذلك من برلين الأردنية المقيمة في ألمانيا سوسن لحمود، ومن ميلانو الأردن المقيم في إيطاليا أمجد الغزو، ومن لندن الأردن المقيم في المملكة المتحدة عمر لبدور. أهلا بكم جميعا. سأبدأ من باريس. دكتورة صفاء الحمايدة، من الله عليك بالشفاء بعد أن أصبت بهذا الفيروس، تجربتك مع هذا المرض يعني غلبك في البداية وغلبك فانتصرت عليه في النهاية، لنتحدث عن البدايات. مساء الخير أستاذ ليس، بداية بحييك من باريس، وبحيي كل الطاقم قناة المملكة، وبحيي كل القائمين على هذا العمل، وبحيي كل الشعب الأردني بداية من قيادته اللي أثبتت جدارتها وبالفعل قدرتها على إدارة الأزمات في هذه الأزمة العالمية، وبنتهي بكل الشعب الأردني اللي إن شاء الله راح يثبت للعالم كله أنه شعب واعي وعلى قدر تحمل المسؤولية وصد هذا الوباء اللي هو يعني بالفعل ابتلاء كبير، صده ووقف انتشاره بالطرق اللي متبعة عالميا والمنصوح بها عالميا. زي ما حكيت بالضبط أستاذ لي طارق عفوا أستاذ طارق، معلش أنا أسف. غلبته ولسه إحنا بنتعارك شوي على مستوى الرئة الآن، لكن الحمد لله أنا في مراحل الانتصار الكامل إن شاء الله. هذا الأسبوع المفروض يكون من هون لآخر الأسبوع لنهاية الأسبوع أعلن راية النصر وهو يرفع الراية البيضاء إن شاء الله. طيب يعني خلينا نحكي عن البدايات دكتورة سوسن، كيف اكتشفت أن هناك عدوى قد انتقلت إليك؟ المعاناة لا شك أنها كانت صعبة مع وأنت تكافحين هذا الفيروس. والله أصعب أيام كانت 12-13 يوم الأولى، كانت الآلام قوية جدا، مبرحة لدرجة أنه يعني من الصعب تحملها. كانت الآلام يعني عامة، يعني الرأس بشكل كتير كبير، في الجسم كله، في المفاصل، في العضلات، الضغط في الرئة، الضغط في كل منطقة الجيوب الأنفية، يعني كان ما تعرف من وين جسمك بوجعك، يعني ما كان يخرج مني إلا كلمة التأوه. وبرغم من هذا الآلام المبرحة إلا أنه لما بتروح عند أي دكتور أو بتتجه للعلاجات شو بيعطونا؟ بيعطونا باراسيتامول مسكن خافض حرارة، وبيعطونا العلاجات البدائية جداً، ما في شيء، وبيقولك عندك خيارين، يا تروح على المستشفى يا ترجع على بيتك، بس هاي وضعية المستشفيات وهي اللي بنقدر نقدم لك إياه. في معيارين فقط حتى الحالة في أي مستشفى تكون أولوية: ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 39.5 وعدم استجابة الجسم لأي خافض حرارة، أو تضيق في القصبات الهوائية، وبالتالي أنه نسبة الأكسجين في الدم تنزل إلى مرحلة كريتيكال يحتاج بها الشخص إلى تنفس صناعي. وعدا ذلك راح تكون مش في غرف، في ممرات، وستجهد نفسك وتجهد الطاقم الطبي، والله أعلم شو رح تلقط كمان فيروس من هناك. هذا غير النفسية اللي رح تكون حوالينا ناس عم تترمى شمال ويمين. فأنا أخذت الخيار أنه أنا أتعالج في بيتي.
طيب سأعود إلى ظروف العلاج في البيت. أستاذة سوسن الحمود من برلين، التجربة الخاصة لك في برلين، نود أن نطمئن على الجالية الأردنية، نطمئن على حضرتك، ظروف انتشار المرض، ماذا تقولي؟ مساء الخير أخ طارق، أشكركم على الاستضافة وبقدم شكري لقناة المملكة وللشعب الأردني جميعا، وبتمنى لهم السلامة وسلامة أختنا وصديقتنا الأخت صفاء الحماعيدة من فرنسا. بالنسبة لانتشار مرض فيروس كورونا، أعتقد أنه قلب الدنيا رأسا على عقب وغير مجرى حياتنا من الألف إلى الياء. طبعا الحمد لله إصابات بين الأردنيين مش ما في برلين، أو أعتقد في شاب أردني وزوجته ولكن خارج في ألمانيا خارج برلين اللي أصيبوا بهذا المرض، ونتمنى لهم الشفاء، هم بتعالجوا بالبيت هلأ واطمننا عليهم شخصيا عن طريق السفارة وعن طريق أنا شخصيا. فيروس كورونا يعني فعلا أوقف الحياة في ألمانيا عنا، أكيد أنه ما كان في حجر كامل، ولكن الفترة الأسبوعين المفروض أنه نلتزم بالبيت، نأدي وظائفنا وشغلنا عن طريق الإيميلات والتليفونات والرسائل العادية. طبعا البريد شغال، الدكاكين شغالة، السوبر ماركت، كثير من العيادات مفتوحة، ما في مشكلة، مستشفيات، ولكن الأشياء الضرورية. طيب عمر البدور من لندن، بريطانيا تطبق الإغلاق وسط ارتفاع في حالات الوفيات والإصابات، كيف تتعامل الجالية الأردنية، كيف تتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي وهناك حالة هلع وهناك حالة خوف، تطمئنون على بعضكم بعض كيف في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟ مساء الخير طارق، مساء الخير لك ولجميع الأردنيين واللي بيشاهدونا. بداية بالنسبة للوضع في بريطانيا، مثل ما تفضلت حالات الوفيات بالزياد، عدد الإصابات أصبحت كبيرة، البلد في كما طلبت الحكومة من الناس أنها تبقى في بيوتها، تقريبا كل شيء مغلق باستثناء المواد الأساسية مثل السوبر ماركت أو الصيدليات والناس اللي بيشتغلوا بالقطاع الصحي. بالنسبة للجالية الأردنية بصراحة إحنا مثلنا ما ينطبق على الجاليات الأخرى وما ينطبق على البريطانيين ينطبق علينا. المفروض إنه الجميع يكون في بيته، والمفروض إنه الجميع يلتزم بهذا القرار حتى إنه نحاول ما نحد من انتشار هذا الوباء. بالنسبة للجالية الأردنية والتواصل معها، صراحة هو الخيط الوحيد للتواصل هو من خلال السفارة الأردنية، من خلال ما بتقدمه، من خلال الإيميلات أو السوشيال ميديا أو طريقة تواصلهم معنا. في بعض الأخوان الأردنيين يمكن 2 أو 3 أشخاص أصابهم الكورونا، أنا من الناس اللي تواصلت مع أحد عائلات هؤلاء الناس بالحرف، يعني قال لي أنه لا يوجد شيء تقدمه لا الجالية ولا غير الجالية، تواصلوا مع السفارة كمان، هو أصلاً محجور عليه بالمستشفى، يعني لا يسمح لأي شخص أنه يزوره. فأنا بشوف أنه التواصل الجالية الأردنية مع بعضها هو عبارة عن تواصل روحاني أكثر منه، من خلال أنه يكون في بيننا تواصل من خلال الجروبات الواتساب أو الفيسبوك أو المرجع الأساسي اللي هو السفارة الأردنية. الحياة بشكل عام في بريطانيا تقريباً أصبحت معدمة، لأنه لا يوجد أي شيء باستثناء أنه الناس للأسف الالتزام مش بالشكل المطلوب، الناس للآن لم تلتزم بشكل كامل مثل ما طلبت الحكومة، ونتمنى أنه يكون في إجراءات، يمكن أو حسب ما أعلنت الحكومة مبارح أنه يمكن حيكون في إجراءات أشد من الإجراءات اللي سبقت حتى أن الناس تلتزم، وحتى نحاول قدر الإمكان من أنه نوقف انتشار هذا المرض. نعم، أمجد الغزو من ميلانو في إيطاليا، إيطاليا أحد البؤر الأساسية، التفشي سريع وكذلك عدد الإصابات والوفيات، لك أن تحدثنا عن التجربة التي تمر بها في ظل الحظر، الإغلاق، حالة الخوف، وإيطاليا يعني تسابق الزمن في مسعى لوقف تمدد هذا المرض.
خصائص سيطارك وعلى كل الكادر اللي بقناة المملكة وعلى جلالة الملك وعلى كل الأردنيين والأردنيات الموجودين في داخل الأردن وخارجها. أهلا بك. إحنا الجالية الإيطالية موجودين، الجالية الأردنية في إيطاليا عدد يعني عددها بحدود 3800 شخص، ومنهم 1800 شخص موجودين في مقاطعة لومباردية، ومقاطعة لومباردية هي الأكثر إصابة للفيروس، تقريبا نصف في مقاطعة لومباردية ميلان وما حولها. واللي صار في إيطاليا من بداية المشكلة اللي الناس ما والحكومة ما شددت، فكان ما كانوا خايفين من يعني ما كانوا متوقعين انه حيكون سريع انتشاره بالدرجة هاي. حتى صار اللي صار استاذ امجد، انا ساعتذر منك مؤقتا لان لحين اصلاح الصوت لانه هناك تقطع كبير. اعود الى الدكتوره صفاء الحمايدي في باريس. قررت الدكتوره صفاء في نهايه المطاف ان تبداي رحله العلاج من منزلك، التدابير التي اتخذتيها كيف تعاملت به وانت في البيت وهناك ربما افراد اسره؟ نعم والله أستاذ طارق، الأمر ما كان سهل. لما أعلن لي الطبيب أنه أنا عندي الفيروس، أول كم ثانية لازم يطلع ابني من البيت، أنا يقيم معي في البيت ابني اللي عمره 18 سنة، أول على طول بديت أني أفكر أحمي ابني، فهدأني الطبيب وقال لي إذا هو معاك في البيت فهو مصاب لكن قد لا تظهر عليه الأعراض، فلازم يضل معاكي، وصدقيني إذا أنك أخذتي يعني نصحني أنه يضل معي حدا بالبيت للمساندة، وكان بالفعل نصيحة جدا ممتازة اللي نصحني فيها. أول ما عملت أنه أنا رجعت إلى البيت فورا بدون ما أتواصل مع أي حد ولا ألمس أي شيء، رجعت أنه كان الطبيب قريب، دخلت فورا عملت ريسيرش على كل ما يرفع مناعة جسمي، وعملت قائمة طلبتها من الصيدلية، أرسلت ابني اشترى هاي القائمة من مقويات المناعة، حضر لي يعني ساعدني من عن بعد طبعا، إنه حضرت جزء كبير من البيت معزول، وبدلت مكان استراحتي وإقامتي، بدل ما أكون في غرفة بعيدة صرت قريبة من العفو الحمام من يعني قريبة من كل الأماكن اللي أنا أحتاج إني أستعملها. وحددت بيني وبينه مسافة تقريبا مترين ونص، قطر مترين ونص، إنه ما يقرب علي على هذه مترين ونص حتى أحميه، وبنفس الوقت أنا يعني يكون برضو معاي، ما مش قادرة أستغنى عن وجوده معي. فاتجهت الحمد لله ويعني عدة طرق في العلاج، العلاجات اللي أعطوني إياها اللي هي ما هي كانت شيء كبير، ولكن اتبعت علاج طبيعي والطب البديل، وخاصة في المرحلة الثانية اللي هو لما نزل عندي على الرئة بدأت علاجات هوميوباثيك اللي هو نوع من أنواع الطب البديل عن طريق معالجة أونلاين، والحمد لله كانت كل هاي الأشياء موجودة عندي بالبيت، أغلب الأدوية الأشياء البسيطة اللي احتاجت أطلبها من الخارج كانت يأمنها لي ابني. والحمد لله بعد تقريبا 16 يوم بقدر أقول إنه أنا بآخر مرحلة يعني بآخر جولات. طيب كان هناك اطمئنان من قبل السفارة الأردنية على صحتك، الأصدقاء عبر موقع الواتساب، التواصل الاجتماعي، من تطوع ربما لإرسال أدوية أغذية، الوقوف إلى جانبك نفسيا ومعنويا؟ هذه المهمة، أشكرك أستاذ طارق، هذه النقطة جدا مهمة، أشكرك أنك نوهت عليها. بداية من ناحية السفارة وتواصل السفارة مع الجالية كجالية أردنية في فرنسا كان سريع جدا، من أول ما بدأ هذا الوباء ينتشر ويصير له، قبل حتى ما تأخذ الدولة الفرنسية إجراءات عزل وحجر، كان يوصلنا بشكل دوري إيميلات تسأل عنه وتطمن علينا وتعطينا أرقام للتواصل، إميرجنسي كولز وإلى آخره.
أنا يعني ما كنت صراحة يعني في البداية ما فكرت إنه أنا أكلم السفارة أخبرهم، أو ما حتى ما كنت يعني واعية يعني في حالة التعب الشديد ما قدرت إنه أنا أعمل اتصال مع السفارة أخبرهم. لكن عندنا الحمد لله قنوات تواصل أخرى مع باقي أفراد الجالية، وخاصة السيدات عندهم مجموعات يعني واتساب، وكان لهم دور كبير جدا في الدعم وفي المساندة المعنوية وأكثر من المعنوية. يعني أنا لحد مبارح وأنا بترجى فيهم أقول لهم ما تقترحوا علي تيجوا، أنا مش محتاجة شيء. كل واحد منهم تتصل يوم أو بعد يوم، أي شيء تحتاجيه إحنا رح نكون عندك، حتى لو الساعة 1 بالليل، حتى لو كان الساعة 2 بالليل. فكان لهم دور جدا جدا مهم، سواء دعم أفراد الجالية، سواء دعم الأصدقاء الأحبة المعارف، كان يعني هذا العامل النفسي جدا جدا مهم، والمساندة نعم. كانت لها كبير. أستاذة سوسن بن برلين، يعني ذكرتي أن هذا المرض أثر كثيرا في نواحي عدة في ألمانيا كأسرة، كيف أثر على حياتك اليومية، على حياة أفراد أسرتك، على ما تقومون به وكان اعتياديا وروتينيا قبل أن يظهر هذا الوباء ويتفشى ويحصد ما يحصد؟ بالنسبة للأولاد بالبيت، طبعا المدارس مقفلة، التعليم مجال التعليم كامل، أولادي بالبيت طبعا بحافظ أنهم ما يطلعوا، إذا في شيء أنا بطلع بجيبه. في عندي ولد عنده نقص مناعة، فهو بياخد دواء الكونزول اللي هو لعلاج الملاريا اللي ذكرته من شوي بالتقرير، فيعني بيساعده. وأنا بحاول إنه ما يكون، ما تدخل على البيت أي عدوى، بطلع بالتعقيم بالكفوف بالكمامات، وأي حدا من الأولاد الباقيين بيطلعوا كمان نفس الشيء، الكفوف دائما نغيرها لأنها ممكن تكون هي مصدر العدوى، إذا إيد باب، إيد محل، معلبات بسوبر ماركت شيء، فهي على طول بالسيارة وبجيابنا لازم إحنا نبدلها على طول، والمعقم معانا بالشنطة على طول. يعني نظافة، الحمد لله إحنا مسلمين والنظافة هاي يعني شيء ضروري وهذا ساعدنا، ولكن هلأ في تكثيف نظافة بالبيت وعلى الأحذية بعيد عنك وعلى الأشياء هاي لازم إنه نحافظ عليها، فهذا اللي بيساعدنا إنه ما ننقل العدوى للبيت، وخصوصا اللي عنده ناس مرضى بنقص المناعة. طب سأسأل كيف تتطمروا على بعضكم البعض؟ يعني هناك من أنشأ مجموعات عبر الواتساب، التواصل الاجتماعي، الاتصالات الهاتفية في هذا الوقت، التكاتف، التضامن، تضامن الجالية الأردنية. بالضبط، طبعا الشباب الجالي عندنا ما بيأثروا، شباب الجالي الأردنية ألمانيا، وأنا كعضو هيئة إدارية ومسؤولة عن المجموعة النسائية السوسانات، في عنا جروب خاص على الواتساب وعنا صفحة على الفيسبوك، نطمئن يوميا على بعض وبالاسم، وأي حد بده شيء بحاجة لحدا فإحنا بنساعد بعض، يعني ما في فرق، إحنا كلنا خوات وبحاجة بعض. وأي حدا كمان مش من الجروب من على مستوى ألمانيا وبتجيني رسائل وبتجيني عن طريق صفحة الجالية على الفيسبوك وصفحتنا على السوسانات، أي مساعدة من أي أخت بنساعدها أو أي شاب كمان، يعني ما في عندنا مشكلة، بنطمن على بعضنا بالتليفونات وسائل الاتصال الاجتماعي. طبعا أنا بشكر سعادة السفير الدكتور سفيرنا في برلين بشير الزعبي، بيطمئن شخصيا علينا بالاتصال الهاتفي. طبعا اتصل في كذا عائلة وكذا أشخاص على مستوى ألمانيا، مش بس مستوى برلين، ولكن عنده طبعا بولندا وعنده الدنمارك أعتقد هو كمان مسؤول عنهم، فالمسؤولية عليه كتير كبيرة، وأنا بشكره كل الشكر على مساعدته لنا، دعمه المعنوي. يعني أفهم من هذا القول أن ست سوسن أنك تصلكم من السفارة، من البعثة الدبلوماسية، رسائل نصية، نصائح، توعية، توجيهات، خط ساخن، كل ذلك متوفر؟ الخط الساخن على طول مفتوح لأي حد بيتصل. بالنسبة للاتصالات، سعادة سفير كلمنا شخصيا، يعني مش كادر السفارة، شخصيا عم بالاتصال مع كل، يعني أغلب الأردنيين الموجودين، وإن شاء الله بالطريق الجزء الثاني اللي ما حصلوا الدور. تا.
طيب من ميلانو من جديد سأعود إلى الأستاذ أمجد الغزو. الصوت أظني أخ أمجد تقطع فما اضطرنا إلى الانتقال إلى مكان آخر. كنت تتحدث عن جالية الأردنية في إيطاليا لومبارديا حيث بؤرة أساسية لتفشي المرض. التجربة في ظل هذا الحظر، الإغلاق، القلق النفسي مما ستؤول إليه الأمور. والله هسه مساء الخير. هسه بالنسبه لايطاليا اليوم في خبر كثير حلو اليوم، يعني خبر تاريخي اليوم بالنسبه لايطاليا. اليوم اقل حالات اصابه وهي تقريبا 1648 حاله اصابه، وهي الاقل من ما بلش المرض، يعني زايد كثير، يعني تقريبا الاجمالي 4050، ولكن حالات اصابه جديده 1648. ومن المتوقع ان شاء الله انه في آخر أربعة حسب تصريحات المسؤولين إنه مقاطعة لومبارديا حيكون فيها إن شاء الله صفر إصابات جديدة، يعني حسب الإجراءات اللي قامت فيها الدولة ومحافظ لومبارديا، يعني بمنع الناس من الخروج، يعني اتخذوا إجراءات كثير شديدة يعني الخروج فقط للضرورة القصوى. وإن شاء الله يعني في الأسابيع القادمة يعني سوف تشاهدون إن شاء الله تناقص في أعداد الإصابات في إيطاليا، وإن شاء الله إيطاليا لأنها أكثر دولة انصابت لحد الآن إن شاء الله هي حتتعافى تقريبا أول دولة في أوروبا. نعم، نحن نتمنى أيضا أن يكون هناك شفاء عاجل وخاصة للجميع، أو أن تكون أوضاع الجالية الأردنية في إيطاليا دائما بخير وفي كل الدول العالم. عمر لبدور من لندن، هل من تحديات تواجه الجالية الطلبة الآن؟ ذكرت أن هناك إغلاق للمدارس والجامعات للكليات، ربما هناك الكثير من الأسئلة التي تدور في أذهانهم. نقطة مهمة جدا طارق، وشكرا على إثارتها. بالنسبة للطلاب، يعني أنا شفت على السوشيال ميديا أنه في مجموعة طلاب بيناشدوا جلالة الملك أنه تم طردهم من سكناتهم، وأنه الجامعات طلبت منهم تخلي السكنات. فأنا بدي أوجه رسالة لأهاليهم في الأردن وللطلاب، أتوقع بأنه هذا الكلام يعني فيه خطأ كبير جدا، لأنه صدر قانون إمرجنسي في بريطانيا يمنع إجلاء أي شخص من أي مكان موجود فيه، أي مكان مستأجر، وهم يعتبروا مستأجرين، فلهذا السبب يمكن مش واصيتهم المعلومة القانونية الصحيحة. فمن خلالكم أنا بحب أني أوصل رسالة للطلاب الأردنيين اللي موجودين في الجامعات البريطانية، أنه أي معلومة توصلكم من خلال منصات التواصل الاجتماعي هي معلومة غير سليمة وغير حقيقية. الجامعات تبقى السكنات كما هي، أنت السكن اللي موجود فيه ابقى فيه بقانون بريطاني محمي بالقانون، ولن تستطيع أي جهة من الجهات أنها تطلعك لمدة 3 شهور، ومش مطلوب منك تدفع حتى الأجار للـ3 شهور القادمة. هاي من جهة. من جهة ثانية، مثل ما تفضلت الأخت في ألمانيا والأخت سوسن والأخت صفاء، يمكن تجربتها مع السفارة في فرنسا كانت ليست جيدة، بس أنا مش بدفاع عن السفارات بقدر ما بدي أوجه نقطة. وأنا كنت في حديث طبعا سعادة السفير الأردني هون السيد عمر النهار، تواصل مع الجالية، تواصل معي شخصيا، وكانوا يحثوا السفارة إنه يا جماعة الخير سجلوا مع السفارة حتى إحنا نعرف وين أنتم، حتى نعرف وين شو مشاكلكم. فأنا مش حقدر أعرف عن مشكلة شخص أنا بتحدث هنا، ما بقدر أتحدث باسم السفارة ولا بدي أدافع عنهم، ولكن أتوقع بأنه مفروض علينا كأردنيين يكون في عنا تواصل مع السفارة حتى يعرفوا عنا، حتى يعرفوا شو المشاكل اللي بتواجهنا. يعني مش معقول إنهم شاب أردني بيدرس في شيفيلد ولا بيدرس في مانشستر ولا بليفربول السفارة راح تقدر توصل له وهي ما بتعرف أصلا وين هو موجود، ولا عندها إيميله ولا عندها عنوانه ولا عندها. فأنا يمكن من خلالكم بطلب من الجميع الأردنيين يمكن في أي بلد يكون عندهم تواصل مع السفارة ويسجلوا، يعني في رابط السفارة الأردنية هون عملت رابط خاص للتسجيل خلال هاي الأزمة حتى يقدروا انهم يتواصلوا مع الجالية، وكل واحد مسجل صار في نشرات نوعية رسائل. فأنا بتمنى من خلالكم انه يكون في هذا الشيء من قبل جالية النهار. دكتورة صفاء الحمايدي، ولا انت اليوم تنتصرين على هذا المرض ونحمد الله على شفائك، الرسالة التي توجهينها اليوم
إلى الشعب الأردني حول التعامل بجدية أو مدى التعامل وأهمية التعامل بجدية مع هذا المرض، وقد تابعنا وذكرت لنا تجربتك في منزلك والإجراءات التي اتخذتيها. أستاذ طارق، قبل ما أعطي رسالتي للجميع بحب بس أنوه على تعليق أستاذ عمر البدور. بالعكس أنا جدا إيجابية مع السفارة، بالعكس كانت جدا تواصلهم مستمر، فأتمنى أنه ما أكون أعطيت إيحاء للسلبية. لا أبدا ستي، يعني هذا دور البعثات. نعم ستي، الرسالة اليوم التي توجهينها للشعب الأردني. الرسالة اليوم اللي بوجهها بقول الأردن كان ولا زال وسيستمر مهد حضارات، كان ولا زال وسيستمر القلب الكبير للوطن العربي، مستقبل داعم لجيرانه، فاتح أدرعه ومساند. اليوم نحن لازم نحمي هالوطن، لازم نحمي الشعب، لازم يحمي كل واحد منا شخصه، عائلته، جاره وكل ما يحيطه. يعني الخطأ اللي أنا عملته عندما لم ألتزم بقوانين الحجر، أنا عم بدفع ثمنه كل فترة هذا المرض ولسه عم بدفع ثمنه. بتمنى أنه ما في حدا يمر بهاي التجربة بسبب أنه ينغش وينغر بصحته ويقول أنا ما رح يجيني المرض. المرض مو بعيد عن حدا، الفيروس مو بعيد عن حدا، لابد من أخذ الاحتياطات الكاملة واحترام الحجر واحترام هذا الحجز بالمنازل حتى نحد من التفشي. بالإضافة لأنه أنت قد تكون حامل للمرض وليس عليك أعراض، فما تنغر بحالك وتطلع تأذي غيرك، تروح تحول هذا الفيروس وتعدي غيرك، وبالتالي تتحمل ذنب واحد إذا ما كان أبوك فهو أبو لحد تاني، أو أم لشخص آخر، أو بنت أو أخت أو أخ. ابقوا في منازلكم، استمعوا إلى التعليمات، هذا مش وقت من فرد عضلات، هذا الوقت اللي تثبت فيه الشعوب أنه القيادة الحكيمة تعطي ثمارها بوعي الشعب. هذا الوقت اللي يبان فيه وعي الشعب الأردني وحفاظهم على بلده. هذه هي قمة الوطنية. نعم، أنا أشكرك من فرنسا باريس الدكتورة صفاء الحمادة، يعني ورحمة الله دائما على سلامتك، ونتمنى لك في المراحل الأخيرة شفاء عاجلا ويحميك رب العالمين. شكرا لك من برلين الأستاذة سوسن الحمود، وكذلك أشكر من ميلانو أمجد الغزو، ومن العاصمة البريطانية لندن المملكة المتحدة عمر البدور. شكرا لكم جميعا. سنذهب إلى فاصل قصير، نواصل هذه الحلقة مع ضيوف جدد من الأردنيين المقيمين في الخارج، ابقوا معنا. إذن أهلا بكم من جديد، وهذه الحلقة الخاصة من العاشرة نتواصل فيها مع عدد من الأردنيين المقيمين في الخارج من إسطنبول، معي الأردنية المقيمة في تركيا غيداء المجالي، كذلك من شيكاغو مع في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة لينا حمدان، وكذلك سيكون معنا من دون بينيتو باداخوث إسبانيا الأردن المقيم هناك الدكتور رعد العماري، ورحب أيضا من تورنتو كندا الأردنية في المقيمة هناك اللمى لقصوص، أهلا بكم جميعا. الدكتورة لينا حمدان من شيكاغو، نود أن نطمئن على وضع الجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية شيكاغو تحديدا، حيث يتفشى المرض هناك وهناك إجراءات تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية. مساء الخير أستاذ طارق، تحياتي لكم وللعاملين البرنامج والقناة، للجمهور الكريم، الضيوف الأعزاء، الشعب الأردني الرائع. الأردن بلدنا اللي سطر أحلى نموذج للتصدي لهذا الوباء بالقيادة الهاشمية الأبوية الحكيمة والتفاف الشعب حوالين الحكومة بأداء منسجم راقي.
احنا بنحب نطمنكم عنا كجاليه اردنيه في شيكاغو بالتحديد، عم بحكي في إلينوي. الحمد لله في تواصل دائما بيننا، سواء على مستوى الافراد او عن طريق الجروبات اللي تشكلت على الواتسابات، على الفيسبوك، على كل طرق التواصل الاجتماعي، او بشكل منظم اكثر عن طريق مراكز خدمه المجتمع الكوميونتي سنترز اللي بتشرف عليها المساجد والكنائس. نظمت عن جد منظومه انه نطمن دائما نكون فيها على بعض، في دعم سواء دعم توعوي عن طريق نقل الصورة الحقيقية والمعلومات الطبية الحقيقية أونلاين، متوفر للجميع أونلاين، ومقابلات مع أطباء مختصين لنشر الوعي حوالين الفيروس، طرق انتقاله، طرق علاجه، أو الدعم للمسنين والذوي والأي شخص عنده احتياجات خاصة بتعيقه من أنه يخرج لقضاء احتياجاته اليومية أو الحصول على الدواء في التنظيم الشبابي اللي بيقدر يقوم في هاي العمليات ويوصلها مجانيا للمنازل. كمان الدعم المادي برضو للأشخاص المحتاجين، للعائلات المحتاجة، الدعم النفسي، وهذا كتير كتير مهم، خصوصا يعني تعرف في أوقات انتشار الوباء بيثار يعني خوف وهلع، وفي لازم يكون التفاف. طيب سأعود إذا هذا التضامن المطلوب دكتورة لينا، سأتوجه إلى تورونتو من كندا. لما لخصوص أهلا بك، الوضع في تورونتو نعلم أن هناك ثم تحضر، لكن هناك إجراءات وتوصيات، كيف تتعاونون كأردنيين، كيف يعني يتم التواصل والاطمئنان والتعامل مع الأوضاع في كندا تورونتو تحديدا؟ يسعد مساكم بالأردن لأهلنا وحبيبنا. نحن على طبعا عم منتواصل مع الأخبار اللي عم بتصير، ونحن فخورين جدا بالأردن وبالقيادة الأردنية والكوادر اللي عم تشتغل وعم تعمل كل مجهودها إنها توقف انتشار هذا المرض. نحن بتورنتو طبعا على تواصل مع السفارة تبعتنا، السفارة كانت كتير نشيطة بالفيسبوك بيج تبعتهم، طبعا صفحتهم على الفيسبوك، أنشأوا كمان جروبات للطلاب للتواصل على الواتساب ليجمعوا عدد كبير من الطلاب الأردنيين الموجودين بكندا. طبعا طلبت كمان السفارة من الأردنيين على الويب سايت تبعها وعلى صفحتها إنه كل الأردنيين الموجودين يسجلوا حالهم على كل المعلومات اللي حاطينها. نحن طبعاً يعني الشباب والصبايا الأردنيين في عدة صفحات على الفيسبوك للتواصل، وأنا شخصياً عندي واتساب كمان مع مجموعة الصبايا وجاراتي يعني اللي موجودين بالمنطقة، بنضلنا على تواصل، بنشارك الأخبار بالأردن اللي عم توصلنا، وأنا على اتصال كمان شخصياً مع جروبات على الواتساب بالأردن، نشوف نراقب شو الأمور اللي عم بتصير وإيش في طرق نحن كأردنيين بالخارج نقدر نساعد. طيب غيداء المجالي من إسطنبول، الوضع في تركيا، هناك تفشي، هناك إصابات، وهناك إجراءات تتخذها الحكومة التركية، كيف تتكيفون غيداء مع هذه التدابير؟ أنتم كيف تتواصلون مع بعضكم البعض كأردنيين، وكيف تتابعون أخبار الأردن والمعركة التي يخوضها بجدارة ضد هذا الوباء؟ مرحبا، مساء الخير، أهلا بك. طبعا نحن عنا بتركيا عم بتفشى المرض شوي، عم بتكون الأعداد مبالغ فيها نوعا ما، يعني تقريبا نحن عنا اليوم 1610 حالات، وصلنا 10827 حالة تقريبا. مقارنة بالأردن نحن عنا الأعداد كتير عم تتزايد. صراحة عم بتبعوا بتبعوا سياسة بعض الدول اللي هي إنه الوضع الاقتصادي شغال، أغلب المحلات عنا بعدها فاتحة، الحياة بعدها ماشية، قلل الساعات الدوام شوي عنا، ولكن ما صار عنا أي حجر صحي، ما صار عنا أي إجراءات
من ضمن الإجراءات اللي عم بتصير عنا بالأردن طبعا. نعم. طب غيدة، يعني في هناك تواصل أيضا مع السفارة الأردنية، مع الجالية، مع الأقارب، يعني تتحضرون ربما لإجراءات قد تتخذها أنقرة قد تكون أكثر شدة، حظر تجول أو الحجر منزلي. هنا أسأل عن المعنويات، عن حالة النفسية لكم. طبعا هلأ الجالية الأردنية عنا هون، السفارة الأردنية عنا فتحة خطوطها 24 ساعة، وفي عنا خط ساخن بتواصلوا من خلال الأردنيين في حال صار معهم أي ظروف أي أمور. دغري السفارة الأردنية بتتخذ الإجراءات اللي المفروض تتاخذ بالمعقول يعني. في كمان هلأ حاليا قاعدين عمالهم عم بحصروا بالجالية الأردنية، وطلبوا من جميع المواطنين انهم يتصلوا فيهم وياخذوا بياناتهم عشان يبعثوا لهم التحذيرات والامور، يعني تفول اب بذم عشان انه يتابعوا معاهم ويشوفوا شو الاجراءات المناسبه اللي لازم نعملها نحن عشان نضلنا بخير. بس اول عن اخر الواحد لازم منه لحاله يلتزم ويضلوا ببيته، يعني هذا أفضل إشي ممكن البني آدم يعمله حاليا. نعم. عشان أحفظ على سلام. نعم أكيد. أرحب بالآن بضيفي من دبي عبر الهاتف، الأردني المقيم في دولة الإمارات العربية، المحامي نشأة الخريشة. أستاذ نشأة أهلا بك، طمنا وضع جالية أردنية عن أبنائنا في الخارج، في دبي، في عموم الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة. هل مبادرات، كيف تتعاونون فيما في بعضكم البعض، كيف تنسقون وتتصلون؟ أهلا وسهلا فيك أخي طارق، ومساء الخير لقناة المملكة وطاقم العمل وقناة المملكة على تواصلها مع أبناء الجالية الأردنية أينما كانوا. نتوجه بخالص التحية وعظيم الشكر والامتنان لسيد صاحب الجلالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وحكومة الرشيدة على مقر، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على مقر دبوه للأردنيين لمحاربة هذا الفيروس الذي انتشر بشكل عام واسع كانتشار النار في الهشيم. أخي الفاضل، نحن كأردنيين موجودين بدولة الإمارات العربية المتحدة قمنا بمبادرة، وهي بشعور داخلي نابعة من نخوة أردنية تربينا وتعودنا عليها في مجتمعنا الأردني، وقمنا بالتشاور مع القنصلية الأردنية ممثل بسعادة القنصل شيف العموش مشكورة، وبسعادة المستشار الاقتصادي نادر سلام محمد على ما قدمه للدعم بهذه المبادرة، حيث قمنا مجموعة كبيرة من الأردنيين، ولا يفوتني هنا الشكر الجزيل للأخ سعادة الأستاذ رائد شناب وصاحب هذه المبادرة. قمنا بمبادرة وبعد التشاور مع القنصلية والاتفاق معها على توزيع قسائم شراء تلبي كافة الحاجات الأساسية من مأكل، مشرب، ملبس. وعن يعني عند عرضها للنشامة الأردنيين الذين لبوا النداء، والذي أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان لهم، لاقت استحسان من أصحاب الأيادي البيضاء الأردنيين، لبوا النداء دون تواني، وهذا النداء أول للأردن الحبيب، ثاني لوطننا الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لم تتوانى يوما عن دعم الأردن ودعم العائلات الأردنية. بالتواصل وبالتنسيق مع قنصليتنا بدولة الإمارات وبالتشاور والدعم من الأخ سعادة المستشار الاقتصادي نادر سلام حماد، أيضا قمنا بتأمين العلاجات، المسكن لمن تقطعت بهم السبل. نعم. وذلك لتخفيف العبء عن هذه العائلات. نحن كل جميعا متواصلين، ويعني بوجود قنوات التواصل الاجتماعي المنتشرة حاليا سهل علينا هذه المهمة. الآن الحمد لله رب العالمين، صح، الأردنيين بدولة الإمارات العربية يتمتعون بصحة وسلام، والحمد لله الحمد رب الله. العالمين أمورنا بخير من فضل الله تعالى. نطمن أهلنا بدولة بالمملكة الأردنية الهاشمية
لأننا والحمد لله. ونحن أيضا أستاذ أشهد نحييكم على هذه المبادرة، ونحيي كل أردني يفزع اليوم لنجدة هذا الوطن الكبير، وأيضا يتعاضد ويقف إلى جانب أخيها الأردني في داخل الأردن وخارج الأردن. شكرا جزيلا لك. بن دبي أتوجه إلى دون بنيتو باداخوث، معي من هناك في إسبانيا الدكتور رعد العماري. الدكتور رعد العماري، طبعا هناك ظروف استثنائية تمر بها إسبانيا من حيث التفشي وأعداد الإصابات والوفيات، وأنت طبيب أردني لا شك أنك هناك اتصال كثيف مع الجالية الأردنية، لو نتحدث عن هذا التفصيل بفضلك. نعم أخ طارق، بداية من مسي عليك ومن مسي على الأهل بالأردن وفي مدينة الرمثة وعلى المشاهدين الكرام وعلى الشعب الأردني كامل، وأشكر قناة المملكة على الاستضافة. نعم أخي العزيز، زي ما حكيت أنه إسبانيا من الدول الموجود فيها عدد كبير من المصابين بمرض فيروس كورونا. نحن كأردنيين ولله الحمد الجميع بخير، جميع الجالية الأردنية ملتزمة بالحجر الصحي، وبالتأكيد نحن على تواصل مستمر مع إخواننا من الجالية الأردنية عن طريق الهاتف، كونه ما بنقدر يعني نتواصل بطريقة شخصية، فهم بيتصلوا معي تقريبا يومي، فبنحاول الإجابة عن جميع الاستفسارات عن الإجراءات الوقائية في ظل الأوضاع الراهنة اللي منمر فيها زي ما حكيت في إسبانيا. نعم، يعطيك ألف عافية، وأنا هذه مهمة يعني تقدر أن تجيب على كافة الأسئلة والاستفسارات. دكتورة لينا حمدان، سأذهب من عندك إلى الغيداء ثم لما القصوص بثلاثين ثانية. دكتورة لينا، لابد أن هناك أشياء كثيرة تغيرت، هذا الوباء قد أتاح ربما للبعض مساحة من الوقت لإعادة الحسابات والأولويات، ماذا بشأنك دكتورة؟ صحيح، بتفق معك تماما. أكيد كانت للوباء أضراره الجسيمة، بس كمان كانت يقظة، كانت صحوة، كانت إعادة ترتيب أولويات، كانت مساحة للتفكير العميق، أظهرت لكل واحد فينا، كانت مرآة عكست لكل واحد فينا نقاط ضعفه ونقاط قوته، مش بس كأشخاص، كمنظومات، كحكومات، في حكومات تألقت وفي حكومات أبداً كان أدائها مش بالمستوى اللي كان مطلوب منها. فهي صحوة إعادة ترتيب، بنفس الوقت هي كانت زي استفزاز للعقل إنه يشتغل، إنه يتحفز، يخترق يعني يخترق وسائل للاكتفاء، للتكيف. صارت مفاهيم الأسرة أكثر عمق، لأنه بتعرف مع تسارع الحياة اليومية مرات الواحد بيكون متغاضي عن أمور صارت واضحة هلأ أكثر، ترتبت الأولويات أكثر. أكيد حتى صار للبني آدم وجهة نظر في قديش هو مستعد لمثل هذه الطوارئ في الحياة، سواء نفسياً، ذهنياً، إيمانياً، اقتصادياً. يعني كانت، وأظن إن شاء الله إنه لما نتجاوزها رح نطلع فيها منها أقوى، وأكيد ما قبل كورونا مش زي ما بعدها، أكيد حتتغير كثير مفاهيم. طب بخصوص من تورونتو، هل من رسالة تودين أن توجهيها إلى الشعب الأردني؟ هل لديك ربما رأي خاص تشكل إثر هذا الوباء الذي غير الكثير من المفاهيم وأنماط الحياة والتفكير؟ هلا مثل ما تفضلت لينا، أنا بوافقها بكثير من النقاط. طبعا نحن حياتنا اكيد تغيرت، واكيد نحن عم نمر بظروف صعبه، وخصوصي هلا عندكم بالاردن اهم كم من اسبوع. بتمنى انه الكل يلتزم بكل التعليمات اللي عم بيحاولوا انه ينشروها. رجاء تقعدوا ببيتكم، اصبروا شوي، ركزوا شوي على العيله الصغيره، الدائره الصغيره. كثير في ناس عم تعمل نشاطات وعم ترجع لمواهب دفنت من كثر حياتنا الصعبة وما فيش وقت، والإجراءات اللي عم بتقوموا فيها هي رائعة. نحن حتى بكندا عم نطلب صرنا من الحكومة لو يعملوا لنا حظر التجول، مع أنه الناس يعني طوعا عم بتحاول أنها تلتزم المنزل عشان طبعا نقلل من انتشار هاي الفيروس اللي نتغلب عليها. كل الحب
للأردن ولأهلي ولكم كلكم بالمملكة على كل المعلومات اللي بتضلكم تبعتولنا إياها أول بأول، وبتخلونا نحن كأردنيين بالغربة. هذا واجبنا يعني، هذا واجبنا يعني. اليوم ربما شعرت بسعادة خاصة حيث النشميات والنشامة وأضاع الجاليات في الخارج جيد غيداء المجالي. الكلمة الأخيرة لك، هل من رسالة ربما إلى الأهل، إلى الأقارب، إلى الشعب الأردني؟ طبعا صراحة أنا كتير مبسوطة وكل الأردنيين عنا هون كتير مبسوطين بالإجراءات اللي عم بتصير عنا بالأردن، فخورين جدا بكل شيء عم بصير حاليا بالأردن. وقدين نحن دولة صغيرة، ولكن فعلا نحن دولة عظيمة جدا، ونتمنى نحن هون يصير عنا مثل الإجراءات اللي عم بتصير عنا بالأردن، كمية الأمن والأمان اللي عم بحسوا فيها حاليا الشعب الأردني. كل حدا متغرب حاليا بفضل انه يكون حاليا موجود بالأردن بهاي الظروف. كل واحد عارف شو قيمة بلده، وعرفنا قدي الأردن عظيمة جدا وفخمة صراحة. أنا أشكركم جميعا. سأبدأ من شيكاغو، أشكر الدكتورة لينا حمدان على حضورك وعلى المشاركة، من دون بينيتو بادخوث الدكتور رعد العماري، أعذرني كنت أود أن يكون نقاشا مطولا معك دكتور، من إسطنبول في تركيا غيداء المجالي شكرا لك، أشكر من تورونتو في كندا لما لقصوص، وكان معي من دبي عبر الهاتف المحامي نشأت الخريشة، شكرا جزيلا لكم جميعا. بهذا نصل إلى ختام العاشرة، أشكر لكم حسن المتابعة، دمتم دائما بألف خير.